السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج هاشم مفلح عدوان أبو عادي، وهذا الجزء هو الجزء السابع من هذه المقابلة. حجي، بدنا نسألك عن مرحلة التسلح، لما أنتوا يعني قررتوا تتسلحوا ولا ما قررتوا تتسلحوا يا حاج؟ مشان صدوا العدوان. اخ معي انت دار عدوان، صد العدوان. ما بدك انا هذا البقر. طيب حجي، حضرتك تحدثت عن انهم اعطوا للمختار ثلاث بنادق. نعم. لمين وزعن هذه البنادق؟ اخذ واحده، هو واحده ظني، واحده دار مطر. نعم. واحده دار مطير، دار عدوان. مش عارف اخذ واحده ولا لا، مش خايف اخذ واحده. احنا شو بردتنا اشتريها، احنا بنفس اشترينا بردك وسلافكية، ما في بعد عم دربي. والله والله دفعنا وقتي حقا، والله بخبرها راح دفع رحمة اخوي هذا 110 راس ثمن. من وين اشتراها يا حاج؟ اشتراها من بلد تقريبا يمكن بكلها بيتكسة قريبة على القدس هذه شوية. نعم. طب مين كم قطعة سلع عم اشتريته تقريبا؟ والله في كان في ناس اشتروا، اخوي اشترى، احنا اشترينا سليم اسماعيل محمود شرر، محمد سعيد اشترى، بعدين اعطونا كمان، اجانا كمان من الهابة اللجنة العربية الله يخلف عليها، او مش عارف من تبعين مصر ولا اخوان المسلمين وقتها شبان مصر، مش عارف شو بيقولوا لهم، او اعطونا جابونا هذول. انك تدري شو جابونا؟ ثلاث بارودات طلياني، والطلياني يا سيد العزيز هذا قصير، ويوم تضرب الطلقه فيه منه تسوي لك برك كانها افركت الدنيا وتقتل صاحبها، ما تشتوا لك اياه صليا او تضربك المدفع اللي هو عنده من البارود هذا. بطل حدا يحملهم، بطل يضربوا فيهم، لما يصير علينا معركه يقولوا اوعى تطلعوا الطلياني، الظلين في الدور علي الحلال اخذتها اليهود، بدهم بشير تركون، كل واحد بكت عنده واحد سلم واحده، ظل خلاها معلكه في الدار، ولما طلع منها ما حملها، ما هو ليش يحمل بارود زي هذا؟ ما بنشرها ولا هذا اللي اعطونا اياه، وثلاث برودات اخذوا من الحكومه. يعني ما شاء الله فوق ال 15 بندقيه حد كان فيه. لا يعني بدك تقول ما كانش اكل، صحيح. كان لك ثلاثة، واحدة، ثنتين، ثلاث، والله يجوز واحد أخذوها دار محمد مطير، الله أعلم. المهم ثلاثة، كان مشترين ستة، والله يمكن أبو سبعة ثمان برودات، سبعة ثمان برودات. نعم. أما يا عمي شو هني بسوينش رشات واحد. طب حجي، يعني انتوا جمعتوا فلوس واشتريتوا ولا كل واحد راح اشترى على خاطره؟ لا، كل عيلة كانت تروح تشتري، من جمع فلوس من العيلة نفسها. طب مين اللي كان يروح يشتري سلاح؟ كل واحد كمان بنفسه ولا كان في شخص؟ لا، كان يروح اللي بده، الشخص تبع العيلة. هن يعني هو اللي مفتح، اللي بفهم السلاح يروح هو اللي راح يشتريها. طب مرة راح واحد اشترى بارودة من عين شارب. أنا بخبر، مش من عين شارب، أظن من عين شارب. أول ما تنزل. نعم. راح جابها اشتراها، اللي هي إبرة تبعها قصيرة. صار لما يضرب، هذا أحمد سعيد، بعد بقول أحمد سعيد، هذا نسيبي جوز بنت جوز أختي كان حتى. كان لما يضرب الواحد يضرب الفشكة، المشية تطلع منها واحدة. المشية خمسة، ما هو كمان الباغة خمسة. يضرب كله يرميه. ما يطلع. أنا شو أسوي؟ اروح انا المه واجيب لك، اجيب كبسون من القدس، كبسون الكبسون هذا، واخلع الكبسونه هذيك وكبسنها، واحط الكبسونه وكبسها، وبرود عندنا بخت كويسه، يعني نحط كلها نظر باش بده يطلع. نعم. ما هي ابره صغيره، قلنا له عاد، قالوا له ان هذه ابرتها قصيره بروده، راح سواها في عين شارم، جيبك في عين شارم، قال له هذا بنمد لك اياها، سواها في عين شارم، صارت مليحة. مين كان يسوها يا عمي في عين شارم؟ واحد جبجي. جبجي. جبجي السلاح. ما بعرفش.
أما فعلين شهر ما راح يصلي. طيب حجي، يعني الناس كانوا معهم أموال يشتروا أسلحة ولا باعوا أشياءهم مختلفين؟ لا بيع ما بيع بيهم. أما يلموا وضع يلموا من بعض، يعني العيلة تلم من بعضها البعض وروح يشتري حرين مرة العيلة تروح يجيب تدبر مين متدبر حرين. نعم. هيك فريضة يعني بيحبوا يحاموا عن حالهم. شو يحاموا عن حالهم. طب حجي تتذكر انه كان في مدرب؟ مدرب على الفلاح؟ نعم. لا ما كانش مدرب. ها كيف كانوا الشباب؟ واحد زي بفهم بالسلاح ويوريهم لانه غشميه شويه يعني بتعرف ما عمرهاش حملت السلاح ولا يقول لهم ان هذه كيف تستعملوها. طب مين كان حجي اللي كان يدلهم يعني من ابناء القريه؟ ما كانش اللي يفهم في البلد في البلد. مين هو هذا اللي كان؟ لابد في منهم ناس بكره اللي يعرفوا يحملوا السلاح بكره زي اخوي هذا شاكر اخوي هذول يعرفوا. نعم. في واحد كمان بقدمه البوليس بس ما عارف ما يعرف. في ناس صحيح كانوا يعرفوا. وانا مش صعب يا عمي هو. هذا بالاخص البارودة. يعني البارودة حال مكازين. بتكون في حال مكازين هيك بتسحبها بتحطها المش بتسحب الحبة بتروح بيها النار. طب حاجة تدريب على الفك والتركيب وصيانة السلاح. التركيب ليش بدهم يركبوا يفكوا مش بدهم يصينوها؟ يصينوها ببك يمسحوا من برا لبرا، واحيانا يحطوها في الكاوشوكة ويروحوا يخبوها في الله اعلم فتحت الارض تقعد مليون سنة او شتا عليها وايش في الكاوشوكة يحطوها. في التيوب هذا تبع السيارة يحطوها في التيوب ويخبوها كان مش خوف الجيش البريطاني يشوفوها او يجد كلاب كانت تشمها ويطلعوا لها يطلعوها. هو الوم اللي بكى احيانها ايامها يفاضي الاسلاح ويفك وركب. طيب حج مشاه ما كانوش يتدربوا مشاه؟ ولا يتدرب ولا شيء. كانت على على كانوا على سنه، شو على سنه. هو شطارته بيعرف يملص حاله بيعرف، بيعرف ايش خليه يروح. طيب يا حجي كان في واحد مسؤول عن هالناس ينظمهم للدفاع عن القريه او في البلد؟ لا. بلد هذه الكبار هذول هذه الكبار يلقوا اوامر على هالصغار. في مجال على منطقته. انا مثلا احرس تلا منطقه اللي دورنا مثلا دار اخوي هذا طرفه اروح قدامها اقعد مثلا لانه هو بيستلم مني. هذاك مثلا بيستلم من فلان روح انا قدام الدار هذيك. نعم. وعلى هالمثل وفي استحكامات على الداير. طيب روح الواحد وين استحكامك اليوم؟ على فلان يروح عليه. حجي كان يجوكوا ناس ثوار من خارج القريه؟ يجوا علينا يعني؟ نعم. يقعدوا عندنا؟ نعم. يحمونا؟ لا يلا يحموا خزكم. تدخل البلاد العربيه يلا يحموا واحد. لا لا انا قصدي ان القرى المجاوره. القرى المجاوره ما يجوش. كل قريه. اما كان يجوا بدوا عندنا من بني صخر. نعم. بني صخر يطلعوا. واحد بكى مكتوب محمد البدوي الله يرحمك يا محمد البدوي هذا كان في بلدنا اجى وقال يا عمي انا مو بحالي جاي من بني صغر وانا بدي اكون عندك اهل القصر وانا بدي اكون هان قالوا له اهلا وسهلا وخليه واعطوه باروده وقتيتها من بلدنا وصارت الهجوم كانوا اليوم في هجوم على الكافله في زبود زبود بتيجي ورا بغوش قدام بيت قدام سريس شوف وين سريس وين احنا قدامها فيها منطقه كلها زبود هناك وهناك بدي ربطوا للكافله هذه للكافله الاسرائيليه وبدنا نروح معها عليها الثوار جمعوا صاروا قالوا انه الفصائل قالوا ان الاجتماع في المحل الفلاني في العمور مثلا ومن العمور بسندوا عليها راح محمد البدوي هذا وقتيتها راح معهم في المعركة لجل النصيب طلع ومات راح فيها استشهد استشهد فيها وقتيتها طلع على ظهر السيارة ظهر السيارة مش عارف شو بده يطيح شوالات قمح شوالات رز شوالات ايش ما بدري ايش ضربوه من زبود هذا اللي بقوله عنها ضربوه قتلوه طاح كموه وروحوه وين كبروه في العمور بعد شهر أو قبل أو بعد ما بعد ربي لا تعيدها الزلة. أجوا طلع جماعة أردنية من قرايبة من عمان.
اجوا قالوا احنا محمد شو اسمه محمد البدوي عندكم كان في القسطل. شو صار فيه؟ قالوا لي يا عمي هذا استشهد. يا عمي وين كبره؟ طيب يا جماعه شو بتشوفين؟ قالوا يا عمي احنا كرايبه بدنا نشوف. بهل يجوز معاه مصاري، ما يجوز معاه شيء. قلنا يا عمي حق فديته. راحوا دلوه على الكبر اللي حط فيه. حط فيه هو اخرى واحد من العمور برا. جنبهم جنب بعض. راحوا عليه. فتحوا عليهم بقوه زي ما هو. بواعيمها بدفنوه بكل حاجه زي ما هو. حتى لابس عنك بصبع بجر. وفتحوا عليه وكانوا فتشوه لكوا معاه مصاري واخذوا المصاري منه. جماعه اللي طلعوا من هان من عمان علي عن هنا مروا على البلد علينا وحيوهم هذيك الليله جمعتنا واكلوا وشربوا وشو اسمه ونوم وقالوا لهم يا عمي هذا هو اللي عنده زلمتكم. نعم. اما السلاح اللي ما في زلمتكم احنا هذا كان من بلدنا. وانت لو ما اعطوا سلاح بتعطونا اياه. ما بنقدر نعطيش اياه، هذا سلاح صار رجع للبلد. بدنا نحامي على حالنا فيه. مش تقول انه اخذوه مثلا انه سلاح وما اجى بسلاح، اجى هيك زي ما هو. طيب حجي في حدا غيره جاء على القرية؟ لا ما حدا اجى غيره. هذا رجع، هذا الوحيد اللي اجى. بقوا في النهار لما يصير علينا هجوم. في النهار لما يصير علينا هجوم. في الليل يجوا في النهار يشوفوا كان هالكرة اللي حوالينا يجي يشوفوا كان مين انه راح مات ناس ولا ما راحش ولا شو سووا اليوم. هذا عاد احنا شو احنا من الغل نمد عليهم كلهم جايين تعرفوا مين مات. اما في الليل ما بتهجموه وانتم مش بعاد ما انتم هيجوا في شو اسمه تشرون تبعاتكم بالاخص عين شارم تشرونها في بلدنا ما هي ما فيش بلد عن بلدنا بعد 200 متر. طيب حجي هذا الرجل الله يرحمه ابو محمد البدوي وين كان ينام يا حجي؟ كان عندنا في الساحل الجامع. طيب واكله وشربه كان برضه الناس مش مقصره في البلد. طيب حجي وصل للقريه او لجوار القريه جنود نظاميين عرب؟ لا لا الجيش العربي لا الجيش المصري لا الجيش العربي وين يجي؟ جنود عربي الجيش العربي اياه مكان كان جيش مصر جيش مصر وين كان؟ جيش مصر هرب لما كان اجى وقت الشجر بعتوه اجى حط في بيت لحم عليكم حجي ما اجوا؟ عندنا ما جاش حدا ابدا ولا جيش الانقاذ يا حجي؟ ولا انقاذ ما وصلش بلدنا. طيب الانقاذ وصل بيت سوريك بلد هذا اللي بيت سوريك منه شمال. هذا جيش الانقاذ تبع السورية هذا السوري لا هو جيش عربي يا حاج يعني من كل الدول العربية هذا كان وش اسمه هذا ما جاش علينا ما وصلناش احنا. طيب حجي تتذكر انكم ذهبتوا فزعة او فزعات لقرى ثانية؟ نفزع قرى لا ما رحتوا فزعتوا ولا لقرية حاجة. ما ولا قرية صار عليها هجوم اصلا. طيب حدا فزع لكم يا حجي؟ ولا حدا فزعنا ولا فزعنا الناس. لما صار كان يصير عليك هجوم ما كان يجيك ولا ثائر؟ كان يجوا ما كانش ولا ثائر كله فزعات يجونا في النهار ما اقول لك نشوفوا مين مات ومين ما ماتش. حجي واللي يجينا يكون إلى ناس عندنا يعني إلى قرايب عندنا يعني بكى ابوه اخوها لهذه ابوها يودي اخوها كبير عارف هذا اسمه يوديها علينا ما كانش شيء ما عندنا بس امها ما هي بنت عمي لازم يقول روح يا ولد شوفوا مين راح من اهلك روح يا ولد شوف مين مات من اخوالك لا ابنها لا اخوها عارف. نعم. ويجينا من كلوني على البلد. عارف يقول مين كله فيش شيء. هذا احنا زي ما احنا وش اسمه هذا ما راحش ولا واحد الحمد لله وش اسمه ويسحب حاله ويجي معنفص على كلوني. حجي استقبلتوا لاجئين قبل النكبه؟ استقبل ليش؟ يعني ما اجوكم قرى ثانيه انتم مش رحتوا لاجئين؟ احنا لاجئين لجأنا. طيب انتم قبل ما تلجأوا قبل ما تخرجوا من القريه حجي لجأتوا لجأ ناس لكم؟ لا ما حدا لجأني. طيب يا حجي انتوا بنيتوا استحكامات؟ استحكامات من دبش. دبش؟ اه. رتبتوها انتوا ولا كانت يعني حسب الطبيعه؟ لا يا عم احنا نسويها حسب معرفتنا. ما
من هالكبار كيف يسووهن؟ يسوي زيهن جهاجير يعني يا حجي. مثلا عند دبشات تصفوهن شايف؟ حتى الشياس رمل ما كانش يحطوه، ولازم يكون الشياس رمل التراب ناعم على اساس انه ما يفوت الها. اما كانوا يحطوا حجار، حجار هيك يصفطوهن بالعرض وبالطول وكذا وهذا، وسووا خلوا له باب يخش الواحد فيه النظاره هذه. طيب حجي، هذه الاستحكامات كانت من جميع الجهات ولا من جهات؟ من جميع الجهات. طيب مين اللي اشرف على يعني التخطيط لهذه الاستحكامات حجي؟ في شخص معين؟ مش شخص معين ولا شيء، ولا حد. الواحد يجي يقول سووا، انا شو اسمه الدبش موجود. نعم. يجوا هالعالم يسووا اشياء من دبشه ويسووا. طيب يا حجي، حضرتك تحدثت عن مناوبات ليليه. من امتى بلشت عندك المناوبات يا حجي؟ من اول 48. طيب من كل الجهات كنتوا تناوبوا يا حجي؟ من كل الجهات، كل واحد يناوب على عن على جهه منطقته. طيب كان في حدا مسؤول عن المناوبه يا حجي؟ يعني زي يعني ضابط تنسيق بين ال... لا بس زي ما تقول كل واحد مسؤول عن المنطقه اللي هو بده يروح يروح عليها. كم واحد يحرس المنطقه يا حجي؟ يحرس المنطقه يا سيدي كان في الجنوب واحد، اثنين غرب، اثنين غرب واحد، وشمال فيه كان اثنين، وشرق اثنين، كلها يعني ابو ثمانيه على دائر البلد. نعم هذا هو. وثمانيه مين؟ ثمانيه وبعدهم ثمانيه ثانيين سلمة هذه. طب كان في كلمات سر في الليل يا حجي؟ فيها كلمه سر. فيه تتذكر شو كان؟ كان سر ايام سر من هالس اللي جاء بالي مكلوها تفاحه موزه اللي هو على اساس كلمه سر. طبعا بدهم مشان يشرموا لو واحد غريب اجى شو اعرفهم هذول فيها إيه كلوها. وهم عمرناش اجانا واحد وسالنا عن السر ولا بر او عشوة هذه. طب حجي، في حدا من ابناء قريتك غادر القريه قبل الخروج النهائي؟ جربات 99 حجي قبل الخروج، قبل بقي يطلع بقي يطلعوا عندنا الاولاد والنسوان. لا انا قصدي انه لما شفناها يعني غير عم النسوان والاولاد، يعني اجت عائله تفردت في قرارها واتخذت قرار وخرجت من القريه. لا لا في منه لا هذا الكلام؟ لا لا فيش، ما في واحد، ما واحد يتخالف يخالف عن البلد. شو بده يكون هذا؟ مش من البلد هو؟ نعم ما بصير. لا عزب لا بتنكرش حجي. امتى بلشت؟ قلت لي بلشت المناوشات بدايه 2000 و بدايه 1948. كم مره صارت مناوشات بينك وبين اليهود يا حجي؟ بلدنا صار فيها حوالي 4-5 مرات. تحدثنا عنهم يا حجي؟ شو بدي احدثك؟ كيف صارت المناوشات؟ من اي جهه اجت اجوا اليهود؟ اجتنا جهه اول مره اجتنا من الغرب. من الكوبانيات يا حجي ولا يجونا من الدلب؟ يطلعوا من الدلب كوبانيات 5. نعم علينا. ثاني مرة اجونا من شمال، من شمال يقول الله اكبر. نسفوا بار ابو جورج المسيح يهار، نسفوها. نسفوها ليش طيب يا حجي؟ نسفوها احنا بنمشي اياها وهم يتضاربوا فيها العالم ويربطوا الكافلة هناك لليهود ويضربوا منها في كافيين بساتين ودار، خافوا انه يكون هذول كلك يلجأوا فيها. شايف نسفوها راحت. وبعدين يا سيدي العزيز كمان مرة هجموا علينا، نسفوا الجامع، نسفوا الجامع. هاي ثلاث مرات. ومرة مركوا من تحت البلد بدون، هذه أول مرة مركوا من تحت البلد طابور، وما كانش البلد سلاح ولا كان إلا مع أخوي الآب أخوي داود مسدس، بس مسدس واحد. لما مركوا صابهم وفادوا فالوهم بالليل، يعني مش قبل نص الليل، فالوهم وهم ماركين تحت البلد ونهر عليهم وكلولة. وكان يحكي عبراني هذا أخوي لأنه مضى وقته وهو يصعد اليهود، كان حلاب بكر، واليهود كان عندهم بكر يحلب بكر، كان عنده متعلم عبراني، بكر يحكي عبراني. نعم هسه معاهم عبراني
قالوا لا احنا ماركين وبدنا نروح من هان على على شو اسمه على زبود على عرطوف. قالوا احنا رايحين من هان على عرطوف. عرطوف بتبعد عن بلدنا محمد المروحو من فوق 30 كيلو او 40 كيلو. بدنا نمشوها مشي. لازم يتمرنوا على المشي في الليل وقت روح الليل والهان. شايف؟ وكان واقف هو بعدين ألطى صخرة وهم كمان لبسوا الأرض لأنه ضرب عليهم بالمسدس ضرب عليهم وكلف هذول المسلحين وهذا. وبعدين قالوا له إنه على أمان ما بنقوم. قال لهم يلا طيب إذا نروحوا وش اسمه لا تيجوا لا تيجوا البلد ولا تقربونا. وقالوا له خلص بأميت بأميت. سحبوا حالهم وجوا مغربين وراحوا. وصحيح وقتها ما أما بعدها هجم بعد صار هجوم بضرب مدافع برصاص برشاشات بكل شيء يعني مزعور بألغام لغم الجامع وقتها لغم الجامع بس ما رأش منه إلا غير الشباك حطوا في الشباك لغم ضاعوا راح الشباك بس طب حجي المرة الأولى كانت نتيجة أنهم مرين من حد القرية المرة الثانية لما لغموا الجامع مرة ثانية لغم الجامع. طب ليش لغموا الجامع وليش هجموا على القرية؟ لا هجموا في أسباب معينة مثلاً؟ بدهم يسخنوا بدهم يحتلوا البلد. بدون ما أنتوا تهاجموهم يا حجي؟ بدون هجم ولا شيء. بس إنه ليش هذول بيجوا المناضلين جنب بلدنا من شمال من تل أبيب سوريا وبدهم ينصفوا الكافلة ويضربوا اليهود عن جنب بلد. ليش ضد إنه يقول ليش تخلوهم يضربوا بلدكم؟ انتوا هنا قريبين ممنوع بدكم تمنعوهم اي جيش يضربوا من عندكم. اما هي بدنا ندبتهم ودوا ما تقولوا صحيح حذروا الملايين. حذروا صحيح. طيب حجي في هذه المعركه استشهد حدا من ابناء القريه؟ لا. طيب شو معركه ثالثه صارت بينك وبينهم يا حج او مناوشات يعني؟ من هي هذا الهجوم هذا طيب. بهل اللي يصير وهالبرود يعني نصدهم بهالبرودات اللي عندنا شايف؟ بهالبرودات وبهالحس وبهالشزمه وفي عندنا بكت حرمه الله يرحمها مرت خالد إلي هذه بكت شجاعه كويسه كانت تطلع لما يطلعوا تطلع ورا ابنها يصبح عامل البروده باجس اسمه ابن خالد إلي شايف بكى مختار في التالي صار مطرح ياسين مطر هذا مطرح حسني ابو حسن شايف كان هذه تطلع وراه الزغرد السير الزغرد وعليهم عليه مسيره تكون يعني بالحس بالفعل انه كان يشر اليهود بالحس صحيح. طيب حجي كان يعني هذه المناوشات صار لها تاثير على وضعك الزراعي وضعك الاقتصادي وضعك المعيشي؟ لا ما يصير عليه يعني ما توقفت عندكم الزراعه البيع الزراعه تبعنا بس ما راحش علينا الا في سنه الهجره لما هجرنا في 48 زرعتوا ما قلعتوا يا حاج؟ زرعنا ما قلعنا. اما اجينا وقتيتها بكينا في الصوبه ورحنا بدنا نقلع قاموا ضربوا علينا بكم محتلين البلد ضربوا علينا ما قالوا لنا ما قدرناش نقدم على الزراعه عودنا رجعنا صحيح يعني. طيب حاج ولا اول كنا نزرع ونفلع ما فيها شيء. طيب حجي استشهاد عبد القادر الحسيني كيف تم يا حج في القرية؟ عبد القادر الحسيني بدك اجيب لك اياها من اولها؟ من اولها يا حج. من اولها عبد القادر الحسيني يا سيدي في عندنا اللتون لواحد بكل نمر احمد نمر احمد اللوز نعم هذا كان بين بلدنا وبين صوبه قريب على اليشار اللي هو اليشار هذا كان منشار لليهود في ونش هناك محجر كبير يعني وهذا شايف؟ وكان هذا في هناك هذا التون له احمد هذا ابو احمد هذا بتاع اللوزي هذا ابو احمد اللوزي كان مسوي هذا في دور ورا تبعات الحارس وتبعات العمال وها سجلوها هناك في التون ها وكان هذا قريب على بين بلدنا وبين صبا وقريب على راس الغزال تبعنا اللي قبال البلد يعني بيستحكموا في راس الغزال ها يعني بصيب اللي بلوص في البلد بصيبوه
البروده بتجيبه. نعم. اما اقل من البروده ما بتجيبش. المهم كانوا حاطين فيه القياده هناك في هذا الدار هذه. نعم. اجى عبد الكاظم الحسيني. بعرفش اجى عن طريق عين شارم. عن وين اجى ما ادريش. ما شافوا الا قالوا عبد الكاظم الحسيني لا. اجى عبد الكاظم الحسيني دخل هناك عليهم. هذا معاه دربين. المسدس تبعه جنبه. ومعاه مصاري جايب من سوريا عند الحج امين عمه الحج امين كان جايب معاه جاي عشان كان راح عليه يخذ يجيب اعطوه سلاح وشويه طق له قال له ما فيش سلاح ولا في شيء شايف اجى غضبان قاعد هناك بدي اشوف القسطل المعركه ما هيك القسطل راح اخش اليهود فيها القسطل قاعد اليهود فيها قلتها لو هذه القصة زي ما قلنا لك إن هي هذه القصة حصان أكبر حصان لفلسطين يعني بتقطع الخط من عن يافا عن القدس عن كل العالم بتقطع اللي هي بلدنا بتقطع الخطوط عنها خطوط تموين يعني مثلا طب حجي يعني قريتك كانت محتلة؟ أيام كانت اليهود فيه طب ما حدثتنا بالأول عن احتلال القرية كيف صار؟ احتلال القرية؟ نعم احتلال القرية أول صار هجوم أول صار الهجوم كان في بلدنا قبل شو اسمها؟ قبل دريسين بلدنا قبل دريسين نعم لأنه راح الخبر في دريسين عن دريسين لليهود إنه راحوا على معركة القسطل وقتلوا فيها اليهود طب راح نتحدث شوي عن دريسين كمان شوي بس خلينا نتحدث عن هي بدنا هي عن بلدنا هنا نعم الحكي بس يعني قالوا انها هي يعني اجانب تجي من الدارسين برضو شايف بلدنا كانوا طالعين كانوا فيها وقتيتها البلد هجموا نعم. عليهم اليهود قوه كبيره ما قدرتش العالم تقاوم اليهود اللي هجمت حتى في اثنين حشروا مننا في البد في البلد شو بد يعني تبع الزيتون؟ بد هذا كهف زي كهف كبير نعم شايف؟ وهذا ممكن يحطوا فيه الخزين في الزمانات نعم وباك حتى العيال تنام فيه هذا بد هذا زي ما تقول يعني كأنه لعيلة وهيك العيال وتنام كل واحد إلى مصطبة جوا نعم بد وسيه شايف؟ مين هم عم الاثنين هذول الزيتون؟ اثنين هذول واحد منهم هذا اسمه عمه لشو اسمه؟ لحسني اسمه شاكر نعم واحد الثاني بيقول له مصطفى سعيد بك حتى ما ياخذ اختي هذا الولد نعم هذول الشباب اثنين هذول اثنين هذول لما خشت اليهود بعد ما قدروش ايش اسمه لما اقتحموا البلد اليهود وخشوا فيها هذول ما قدروش يطلعوا منها راحوا وين بدهم يحميهم البد دخلوا في البد الباكين فلوا يا زي ما تقول على هجال وين في جال خلوه فالث ترى هيك عين شارب ترى كذا فالث في من ناس فلت من هناك ولفوه وغشوا راح عصوبهم فانهم وطلعوا برا ولعبوا برا وقتين خسرتوا حدا بشريا يا حجي ولا لا؟ ما خسرناش بشريا طب اوقعتوا خسائر في اليهود تعتقد؟ خسائر كثير بقى يروح منهم ناس صحيح بقى يروح نعم ما وقتيت وانا جايك برضه قاموا غشوا هذول اثنين هذول في البد فقد اهل البلد دوروا على فلان وفلان ما لكوش نعم قالوا وين راحوا وين داروا شو اسمه قالوا هذول عركبوا ايش يكون بينهم انا شفتهم اثنين مع بعض وداروا شمال وقتيتها من البلد وبدريش هم وين راحوا خشوا في البلد وين راحوا ما بدريش قتلوهم اليهود بعرفش هذا اخر نبأ غابت الايام الدنيا ثلاث ايام يوم يومين ثلاث ما حدا شو اسمه يوم الرابع ليلة الرابع نعم. اليهود فيها وفيها يهود مش كدال يتراوح 100 يهودي حطوا فيها صحيح إلا هل إحنا في الليل مربطين بعيد عن البلد إلا هل هذول الجماعة اللي هم جايين نص الليل نص الليل بالضبط اللي هم جايين علينا على الرجوم اللي بقت بين صوبة بين بلدنا نعم في هناك بقت استحكامات وهناك الملكة فيهن وهناك شو اسمه كأهل عم جايين
شو هذا يا اخبار التحرش؟ وين انتوا هالغيبه؟ قال سكتوا. قلنا له بالطخ اللي صار هلا في القسطل. هذا عمين؟ قال هذا علينا. لما احنا لما شعروا فينا شرطنا طلعنا من البد بلشوا فينا طاقه. ولف وجولك وتروح على وادي القسطل شايف؟ ويطلعوا علينا لهم وشلون لهم جايين علينا في قدام صوبه اللي جاي شويه. والله جايين خرفونا. طيب انتوا هنا هالغيبه وين؟ قالوا احنا في البد. وشن ما شو اسمه واحد قاعد على دار عارف شن ما بدنا نطلع باب البد على دار عارف بشوفه باب البد شن ما بدنا نطلع ونطلع مباصي هيك يشوفه قاعد ومدل جريه وبرقص جريه والبتاع الرشاش تبعه في اسده على جري. قالوا احنا ما قدرناش نطلع اما خلينا الدنيا تعتمت. قالوا بحرنا ما فيش شو اسمه ولا نطلع. نعم. ويجي ودب في هاي البساتين نازي شروم شرومهم مين شروم هذول ودبوا لك شرم ويجوا لافتين. نعم. والله واجوا علينا. طيب كويس ماشي الحال لحد الان ماشي الحال. شويه اجى هذا شو اسمه اجى عبد القادر الحسيني. نعم. عبد القادر الحسيني قال بدي انا اروح اشوف القصه. طب حجي بس عبد الكادر حسين معاه ضابط معاه واحد انجليزي. شو اسمه هذا الانجليزي؟ اسمه سعيد. كان مسميه هو سعيد. ما هو الله اعلم شو اسمه الانجليزي. اما بكم عبد الكادر مسميه سعيد. شوف قديش الناس غبيه. اذا في القران محضر عنهم لا تؤمن الا من تبع دينك. لكن كيف كان مأمن لهذا انا مش فاهم. وبريطانيا اساس بلانا احنا من بريطانيا. وهذا بريطاني كان معه. وهذا بريطاني. واحد حج ولا اثنين؟ واحد. وكان وقتي واحد معه واجوا وطلع معاه ويقول لك كاهم واحد من بلدنا. نعم. قال له اسمع يا عبد الكادر. كلمه قال انت من القسطل؟ قال نعم انا من القسطل. قال بشوف اليهود مثل ما ينادوا بيقولوا جاي عرب جاي. في اي عرب؟ قال من بلدنا مع بارود صواري انجليزي. قال له يا سياده البيك ضيفه. قال له يا سياده البيك يا عبد الكادر هذول يهود بخيلوه هذول يهود وطنيين كلهم مش من برا بيعرفوا يحكوا عربي كلهم. هذول كانوا هن في المحاجر بيشتغلوا صدق هم اللي بياذونا اللي كانوا يشتغلوا في المحاجر هذا. نعم. قال له شو بتقول يا ابن حلال؟ هاي بقول جاي عرب مش عارف شو ايش ويا موسى ويا عيسى ويا كذا. قال له انا بقول لك هذا يهود لا تخشش روحك. قال له لا بدكش تروح معي؟ قال له انا ما بروحش معك. انا بقول لك يهود بنموت. قال له انت خايف على روحك؟ روح انا وانا سعيد بروح. قال له شد راسه بدي اموت. قال له شد راسه اني اروح. منين اجى؟ خش من عند دار اللي قال له هذا ارجع. لا تروح تخش اجى الطريق عليها. من نص البلد طلع سند صار في قدام الاوضه تبع هذا اللي قال له انه يهود فيها. نعم. باقي على ظهر الاوضه تبعته في استحكام يهود. عبد الكادر ماشي والانجليزي معه. ما هو ليش احنا كنا انه الجزء الانجليزي قتله؟ لما صار هناك بيقولوا هم هو قالوا انه انقتل ضربه اليهود. لو اليهود قتلوه شان طاحوا له واخذوه وهم بدهم ميت وزي هذا زعيم عربي شو هذا بيوفروه؟ لا والله بيجيبوا اخو ابوه والله بياخذوه بشاب بياخذوه على هوامي قريه كمان. نعم. بس يسلموهم اياه. كنا الله اعلم اللي قتل الانجليزي جاي لوجه جنب هالصخره ملطي عبد القادر مشوع هير والمسدس على جنبه والدربيك في ركبته والمصاريات معاه. لو اليهود ما كناش انا اخذوهم وخذوا المصاري وخذوا الدربيه والفرد. نعم. والاستحكام منه وفوق اليهودي. اما شنو باقيين شاردين اليهود وباقيين شنو مجموعين في غرفه واحده مهم ولا هذا بلد شو بدهم يقطعوا فيها يحموها؟ لا هم المهم يحموا حالهم شو هم واحد خليهم. نعم. شايف؟ والله والمهم يقتل عبد القادر الحسيني. طب حجي لما قتلوا عبد القادر او لما فات عبد القادر الحسيني يعني ما فاتش معه حدا من اهل القريه؟ لا
ولا من القرى الثانية؟ ولا من القرى الثانية كلياتها، بس مربطين برا الناس، مربطين عدار البلد. أما قرى معاه خشوا ما في شيء إلا سعيد الإنجليزي. طيب قول الله قامت الصلاة. طب حجي ما هو ما استجمع قوته مثلا، ما جاب ناس معه من القرى المجاورة، ما حاول يحشد الناس للمعركة مثلا؟ بقول لك الناس موجودة. نعم. الناس موجود، الموجود موجود. نعم. أهل البلد يعني من برا، من برا نخرج من برا. ما بقدرش خلاص بلد. كم واحد اللي كانوا محتشدين يا حاج؟ يعني ايش بسيط اللي كانوا محتشدين، كانوا بسيطين. اما ثاني يوم راح لفزيع، ثاني يوم لما طلعوا عبد القادر الحسين يكون ميت، ما طلعش ما جاش مع الانجليزي. لما الانجليزي لما مات هذيك الليله، لما مات رجع الانجليزي من عنده من هناك من مارك. وين عبد القادر؟ قال عبد القادر الصليب مات. طب وين مات يا ابن الهلال؟ قال مات جنب هنا شو اسمه جماعه، المهم على وسط البلد. طيب صار يتهدد علي، انت اللي قتلته، انت مش عارف شو انكر. عبد الكادر مطوق في البيت، ومطوق اليهود مطوقينه، ولا بكي مطوق ولا شيء. عبد الكادر قتله يمكن الانجليزي. انا ما بنحط في حظنا حج، ما بنحطش انا على كل حال. نعم. بس الظاهر راح للزيع للبلد للعالم، ما هو شو العالم بده يقوله؟ لو كان عبد الكادر انقتل، ما بقول انقتل، راح لا حول ولا راح الخبر للكره حواليهم، ولا في فصائل بكى، في فصائل، وفي واحد منهم بقولوا له شو اسمه، عنده دبابات حتى ثنتين محتلهم من اليهود. حسن سلامه. حسن سلامه يرحم بيك. الله يخلي لك يا حزني. لا يا حزني انت بتعرف حسن سلامة. نعم. حسن سلامة يا سيدي هذا راح مظبوط، وجاب ودى وقتيتها وراح على الخبر في وادي الصرار كان هذا. شايف وروح الخبر لأهل الكرة، والآن والله من كثر الخليل أجا نفسي. كثر الخليل، شوف الخليل وين، وأجا نفسي على البلد على القسطل، وجف زي علينا هناك. نعم. والله وكام ايش اسمه؟ قالوا عبد الكادر مطبق في القسطل، وأوزعوا يا عرب ونشلوا. والله وفزعت هالعالم. وجابوا يجين هذول الدبابات الثنتين من يجين على صوبه، وانا كنت في صوبه لجواري. قالوا هاليوم صاروا هناك، قالوا بشو بدنا ناس من اهل القسطل بيعرفوا الشوارع وبيعرفوا الطرق وبيعرفوا كيف بدنا نصل للبلد. انا اللي واقف، انا اللي واقف. طيب انا بعرف، انا صغير ما فيش لحي ولا شارب ولا شيء. طيب انا اللي بعرف. أما أنا منومس اللي بدي أطلع في دبابة، شوف أمر أبوي ما رتبها، بدي أطلع في دبابة ماني مظلط هذاك مشلح لك هالشباح وراشق على هالرشة في كرز، في كرز مخزق. هذا في كرز أبو طحوني بيقولوا له. والله وأنا بطلع. قال لي أنت بتعرف تمام بيت؟ قلت بعرف الشوارع، منين بدك بوديك؟ هذا الكلام لمين يا حاج؟ كلام لتبع الدبابة، تبع حسن سلامة. شو لواحد ثاني؟ تبع حسن سلامة الشوفير والمقاتلين. نعم. فيها الدبابة واحد عند الرشاش. طب حسن سلامة كان معهم ولا؟ حسن سلامة بعرفش. نعم. إذا أجا حسن سلامة بجوز ما راح في المعركة، بجوز قاعد في صوبة. حسن سلامة يمكن قاعد في صوبة، والشلف، الشلف كان الأخري معاه، الشلف من كثر خليل، كان معاه هذا الأخري مجموعة، الأخري قاعد في صوبة. نعم. هلا تذكرت هذول كانوا قاعدين في دار احمد حلاق، هذا بيقولوا له احمد صالح، كانوا قاعدين في دار احمد صالح. نعم. الشلف وبجوز حسن سلامه كانوا قاعدين في صوبه، ما كانوا بس كانوا يودوا جماعتهم، ما كانوش يروحوا هذول. لا شايف والله بطلع لك انا مع الدبابه الاولانيه والثانيه وراها انتين، والله بطلعنا. قال مين؟ قلت له اسمعوا، في طريقين، هذا الطريق الدخله هاي الشارع هذا بطلعك على البلد، اول البلد، اول البلد فيش فيها، اما اذا بتطلع برضه كويس عليها. وهذه الطارح هذه تيجي من هنا دغري هي وتوديك على جنوب البلد. جنوب البلد بصير اللي بيضرب في الرشاش هذا اللي مسكر الدنيا كلها، اللي هو في هالعلاليه جوز شبابيك في إله، وحاطه في جوز الشبابيك قطار خال يوسف، هذه كاشفة المنطقة كلها الجنوبية. هذا إذا أنت ما كنت إذا بتقتل هذا، أنا بقول إذا بتقتل هذا
صدقني إن بنطلع للبلد وكل الثوار بتفوت البلد ما واحد بحكي لهم شوها. وبالفعل وبلش لك عليه صفت لك هالدبابة هيك دارت وجهها دار لك إيش اسمه عليها وكان بلش فيها إيش اسمه والله يا الحركة الشبابيك وحركة شو اسمه حرك والله قامت هالعالم اللي قاعدة بتتسلل ويغطي عليهم ها يا عمي رش الرشاشات أخلكوهن والله طالعين وحاملين السلاح والله ما واحد ضرب من الفشقة والله يجوا لك خاشين طلعوا طلعوا وصلوا الجامع الجامع ورا هذه الدار وغشوا وصلوا البلد أكبر بلد من فوق لما شافوا صاروا هاي صار أشروا عاد صاروا أشروا إنه خاشين البلد نعم غشوا البلد خفف الضربة ما خلص ما حد بقدرش يضرب ولا نعم. والله وبلشوا لك لقطوا فيهم اللي لكم في الحوش متخبي واللي لكم مش عارف وين في الاسكاك واللي لكم في دول الدار وعليهم طلقتكم فيهم اللي لقطوا فيهم وخشتك العالم منين مكان طبقوا في البلد وخشوا اجوا اللي اجوا من شرك من الشكه الشرقيه هذه خش من عبد الكادر حملوا عبد الكادر ودوه راسا على شو اسمه وودوه واخذوه كان طيب ولا متوفي ميت كان ميت كان شو خالص والله وخشوا وحملوا لك اياه وصاروا بلشوا لك في اهل هذا اليهود وكل اليهود والله من البلد اللي كان فيها بطلع 100 يهودي وكلهم من هذول اليهود شلحوهم كلهم بكم شلحين عربنا الهمل والله يشلحوهم اوعيهم ما يخلوا عليهم شيء كم واحد عمي كان قتل من والله يمكن 100 يعني وين ما تطلع في هالسهول وفي هالبلد جوا بالزكايك وخمسه في الدوار تلاقيهم اللي خشوا عليهم القنابل شو اسمه دم الغرفه في الغرفه في دار ياسين مطر سيدة لهذا حسني ان بالشرف الانسانيه كانت انها برشة مي دم شو بدها كلك لانه يعني باكين فيها متخبيين عكرتها فيها خمسه مبطحين جوا شلياتهم شايف ويعني بدها كلك يمكن راحوا 100 ما مرص منهم الا واحد والله واحد نزل على سبيطار على موت سوان ان صار يكلب على بطنه ظهر لأنه قطعت شارع ونزلت أتكى عن الضرب عن الضرب ها فما واحد كتله من العرب منعون أبو من هذاك الإنسان وملص والله وليك ذيك طيب حجي بعد هيك رجعت الناس للقرية ولا بعدها ما رجعت ما رجعوا بعد هذه صاروا أحد قال شو كانوا المناظرين والها ما بقول لك من أول من أول ما تدينا فيش لا مسؤول ولا فيها واحد ضغط من هو على راسه يا ابن الحلال ما كان لنا حكام ولا كان لنا فهمانين فيش ما كانش حد شو كان اقتراحهم يا حجي كانوا قالوا يا عمي اسمعوا خلوا ناس الليلة هذا كيت البلد هيا كل هموات نعم واليهود فيها خلوا نقط في البلد المناظرين نجد من برا اللي معهم رشاشات اللي يقدر يقاوموا الناس اللي وقتها من قوة وشي خلوا رهانة خلوهم في البلد من مين قالوا خلوا من توعين الشلف من كذا خليل خلوا هذولا هذه مجموعة قال عندي أنا ناس هذولا بوكلي شو اسمه في الكراج تحت في كارت بلدنا لكوا دب ظل دبابة لليهود رجبوها طلعها واحد سوري شامي سوري من المناظرين الجايين تبعين هذول سوريين نعم اطلع الدبابه فقد الدبابه وصافه وهيك وبدها تكلب وهذا طلع فيها الشوفير شوفير باب واطلعها لما اطلع الدبابه قامت من قدم علي من اجوا علي تبعين الشرف نعم قالوا له الدبابه هذه إنا قال لهم هذه الدبابه مش لكم هذه الدبابه انا طلعتها وهي كانت خربانه الدبابة هذه على كل حال أنا إذا أخذتها أنا ما بدي أخذها إلي ولا بدي أكل دبابة هذه الدبابة بتكون لأهل فلسطين لأهل يقاوموا فيها وحياتك وحدوا عليه بدي يقتلوه كلم لا تقتلوني ويا قتلتوا المهم قال إيش اسمه قالوا كلهم يا عم خذ الدبابة رشوا الدبابة الجماعة هذول واخذوها وراحوا فيها وراحوا فيها وقفوها عند اليشار عند صوبة بين صوبة بين بلدنا شوفوا وين ودوها خذوها هناك طيب ومين بده يظل هاني عالم قالوا خليهم يظلوا هاي بظلوا هذول بتعين الرشاش بحطوا هان وبيظلوا طيب شو نقصوا قالوا ناس بكفوا من غربة
ثلاث دلب يعني بنشوف الكوبات بتيجي من غاد ومن هم بيشوفوا اللي بيطلع من موتسا وبيجي من القدس، مشان انه هذا تكون نقطة يعني اذا كان بده في حشود بتودوا خبر ولا العالم وبتتفهم الناس وها شوف العالم لا بدمشهم بس المهم هي تحطوهم. والله كل المهم قعدوا وراهم قعدوا هذول قدام دار واحد من نصيب من دار دار سليم محمود قريب شرم تبعنا. هلا بقولوا طيب شو بدنا احنا هذا فكرز هذا بده ميه والدنيا ليل احنا بنعرف وين البير وين الميه انت يا ولد بدك تضل عندنا انا طيب يا عمي البلد فيش فيه هذا والبلد كلها اموات وانا قال خلوني انا راح اجيب لكم ميه طيب ما انتوا انا بدلكم وانت اللي بقول لا انت بدك تجيب ميه واحنا مش جايين لكم الحين في بلدك وانت بدك تسيد والله لا حول ولا شو تسوينا ولا تشوف وزيد قالوا كمان لمين لواحد بقول محمد جميل ابن خال إلي يخري فوق عند الجماعة الفواكه اللي عند الولي عند الجامع هذا يخري كان هناك ضايلين يخري مسويين في زي قايلين له روح جيب وين البير بير كريب روح عبينا مية وحط وجيبها مشان الفكزها والله وأنا أطلع لك من عند النازل من النازل وأمشي لك بين هالموات وأفشك على الموات في الليل اليهود موات مشلحين مصيبة وهم ليه وفشك عنهم وروح لك أخش على نص البلد على البير بير دار عمي علي ونص البلد وأفشك لك عليه. طيب حاجي بس بعد إذنك بدنا نأخذ استراحة ونتابع حاجتنا إن شاء الله. طيب.